شكل هيلعب بنفس الاسلوب اللي لعب بيه قدام الترجي، بس ممكن كارتيرون كارتيرون ما انت بتقول لي الزمالك يلعب ازاي، بس مش مبالغ في الموضوع قوي او مش بدري قوي كده، لان هو اللي سهل عليه المهمه في مباراه الترجي الجول اللي لسه هقول لك، الجول المبكر اللي هو جابه، فهو كانه بادئ المباراه متقدم 1-0، فده اللي خلاه ويشجعه زي بالظبط يا اسلام امبارح اتلتيكو مدريد 4-4-2 كلاسيكيه واضحه وصريحه اللي ساعده على كده الجول اللي في الدقيقه 4. ارجع ضيق مساحات على ليفربول لان واحده من مميزاتهم السرعات والمهارات، سرعات صلاح و ماتش دفاعي دفاعي شكرا دفاعي. وبشتغل على الكاونتر اتاك، بشتغل على غلطه، بشتغل على ضربه ثابته بالظبط، فده اللي هيشتغل عليه الزمالك بجزء كبير. وعلى فكره ده ما يقللش من النادي الزمالك، هو احسن حد هنا ياخد الامور بحساسيه ويقول لك الزمالك هينزل يدافع قدام الاهلي، يا جماعه الطريقه هتكسبني ما العبش بيها ليه؟ بالظبط كده فاهم؟ اقف كويس وابدا استغل الاطراف اللي في ظهر لعيب النادي الاهلي. هتكسبه ده لو كسب يعني. لا انا ما انا بقول لك احنا انت مش انت السؤال ازاي الزمالك يلاعب الاهلي بس ده دي وجهه نظر يعني. والاهلي الاهلي طبعا زي ما قلت لك الاهلي طبيعي اللي ما شاء الله في حته تانية خالص محليا الاهلي، بس زي ما قلت لك دي كانت اهم نقطه بالنسبه لي انه لما يفقد الكوره يدافع هجوميا. الاهلي هيوصل لمرمى الزمالك، هيوصل لمرمى الزمالك. مين الاقرب تسديد على المرمى؟ عن طريق قفشه، عن طريق السوليه، عن طريق ديانج، كله بيشوط على حتى جيرالدو بيشوط، كله بيشوط كرات عرضيه طبعا حدث ولا حرج، معلول او هاني لو لعب. فالاهلي ما شاء الله هجوميا ما تخافش عليه، زي ما قلت لك اللي يقلقك هو النواحي الدفاعيه. النواحي الدفاعيه مين الاقرب للفوز بكره؟ تقدر تحسمها يعني بالنسبه لك من النواحي الفنيه اللي انت شغال بالواقع واللي عاوز ياخد الامور بحساسيه 60-40 60-40 لصالح مين؟ الاهلي، صالح الاهلي. وجهه نظرك. نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في مباراه غدا. المهم ان احنا نشوف مباراه حلوه الحقيقه تليق باسم بطل الدوري والفائز ب 11 سوبر، وايضا نادي الزمالك بطل الكاس والفائز بثلاثه سوبر. الفارق كبير جدا في الارقام، ولكن في النهايه هي مباراه للاثنين متنافسين دائما على كل البطولات زي ما انت قلت. السنه دي في اربع بطولات، نشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. نشكرك جدا يا تامر على وجودك معنا دايما.